في إطار مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره وحماية للمواطنين بكافة أطيافهم ومهنهم من هذا الوباء الذي لم يعد يجدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية معه نفعاً، بل لابد من الفحوصات الدورية، وعليه وحفاظاً على سلامة المترددين على المساجد والعاملين بالمصارف التجارية عدا عن الجهات الخدمية كرجال الأمن، وضمن خطة فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرمان التي تستهدف هؤلاء، شرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرمان بأخذ 40 مسحة أنفية عشوائية لمنتسبي مديرية أمن سرمان، والتي تبين أن جميع نتائجها سلبية. تأتي هذه المسحات الأنفية التي يقوم بها المركز من أجل الوقاية والمحافظة على سلامة العاملين داخل مديرية الأمن بالمدينة، لا سيما عقب التزايد الملحوظ في تسجيل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى عدد من الوفيات. يذكر أن المسحات الأنفية المستهدفة في بلدية سرمان حسب ما أكده مدير الفرع في وقت سابق بلغ 1300 مسحة أنفية سريعة تستهدف المترددين على المساجد والعاملين بالمصارف التجارية ورجال الأمن وكل من يرغب في ذلك من المواطنين.